متابعين مشاهدينا حلقتنا لليوم مباشرة من يوبيال وينتر وندرلاند بهالأجواء الميلادية، الألعاب، الموسيقى، كل أفراد العائلة المتواجدة لحتى يعيشوا فعلا فرحة العيد. منتابع باستضافة ضيوفنا ومنستقبل مستر طارق شهاب صاحب شركة ستيرو 3D. أهلا وسهلا فيك طارق. طارق بدنا تخبرنا عن شركتكم يلي هي تعنى بالفلين أو بتقوم بمشاريع بالفلين. نحن هون بالإيفنت عم نشوف وينتر وندرلاند أنتوا عاملينها من الفلين، نتعرف على سانتاز فيليج كمان يلي انتم عاملينه. خبرنا بدايه عن الشركه وعن مشاريعكم وبس بالفلين وكيف فلين وليه. اوكي سو عندنا اسئله يا سؤال. سو بيسكلي ستيرو 3 دي بلشت من 4 سنين. نحن كنا سبيشلايز بكل شيء 3 دي ديكوريشن، بعدين بين معنا انه مرات فلين مش هو الماتيريال المضبوط، سو انتقلنا كمان على الخشب، الحديد، بلكسي، سو اني كايند اوف ماتيريال كرمال الكلاينت يكون مبسوط. نحن كنا من اول جوبز اخذناهم هن اي لاف بيروت، اذا بتعرفوها يلي محطوطه بداون تاون. صحيح. ما تسالونا كيف عملناها، بس عملناها، كانوا من اول جوبز عملناها واخذت بالفلين. بالفلين واسيناها، طلعت كثير حلوه. انه الفلين هي الشغل فيها صعب، انه الفلين هو صعوبته بتتاثر بعوامل الطقس. ما هو هيك، في عده طرق. نحن وكلاء برودكت اسمه لاين اكس، هيدا بنرشه نحن على الفلين بنشف بخمس ثواني اند وكثير بصير قاسي، ميكس ات 5 تايمز سترونجر ذان ستيل. ايه سو بيجمد بقوه والبروسيس سريع لانه بنشف خمس ثواني، يعني سريعه عمليه الشغل فيه. صح. نحن تطورنا بالمكانات، يعني تطورنا عن غيرنا بالمكانات، تطورنا عن غيرنا بهالبرودكت لنقدر، لانه شغل الايفنتات هو شغل سريع. صحيح. بدك تلبي بسرعه، بدك تحترم الوقت وركض ركض 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 والشغل بيرفكت بيرفكت. ميرسي بوكو. هون اشتغلنا، عملنا، ساهمنا بالكريسماس تري، في الساينج اي لاف وينتر وندرلاند، في الهوت اير بالون، وفي سانتاز بوث والباور ريز عم تقشعوا. بدنا نحكي عنهم بالتفصيل. أكيد. يعني بس بدي اعرف يعني كيف صارت عمليه الشغل، اذا بدنا نحكي هون مع وينتر وندرلاند. so لما بلشتوا تحطوا الافكار وقد اخذت وقت؟ في عنا سيلين كمان اخذت وقت. نحن الصراحه اشتغلناها كلها بظرف جمعه. سو نحن معروفين انه سريعين ومنلبي بالوقت المضبوط، حتى مع الافكار. يعني حتى مع الافكار هو الافكار جاهزة. لا الافكار هنا بلشوا بيعطوك صوره، من الصوره بننتقل على شيء ثاني، بس بنبلش بالصوره. شو بيصير؟ بيعطونا صوره بيكونوا اخذينها من جوجل، من بنترست، يعني اونلاين، ونحن بنرجع ناخذ هالصوره بنشوف باي ماتيريال بدنا نعملها كرمال نسيب التارجت تبع الشخص، لانه دائما في بادجت معين. نعم. والكلاينت يعني هو بيقترح عليكم الفكره، انتم بتساعدوا بتعدلوا، كيف بيصير الشغل؟ اكيد بنساعد وبنعدل حسب البادجت اللي نسيبه، حسب اخر شيء الفينشنج اللي بده يطلع. نعم. سو بنقول له اي ماتيريال بدنا نستعمل، بنرسم له اياها بال 3D وبنقدم له اياها. على الاساس بنمشي، ودورينج ذا بروسيس هو بيقطع بيشوف الشغل و اوكي. هلا مثلا سانتاز فيليج في اولاد عم يلعبوا، بدهم يعني في احتكاك مع الماتيريال هون، قد ايه بتخافوا انه ما تنتزع القطع الديزاين؟ بالعكس، مع الماتيريال هو بتكون كوتد ان واي انه 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 احميها، يعني حسب هو شو استعمالها، فيكون استعمالها مره واحده سو ما بيتكلفوا زياده، فيكون استعمالها خلال شهر كمان لها تريتمنت معين، وفي شيء بيبقى فيكون ابدا مثل اي لاف بيروت بنحميها كليا. في بروجيات مثلا مش يعني الواحد ما بيتخيله ممكن تنعمل من الفلين، انتوا عم تتحدوا حالكم وتقولوا لا فينا ننجزها من هيدي بهيدي الماتيريال. هو بيسكلي يعني كنت عم بقول لك عن هذا البرودكت اللي عندنا اياه اللي بيقص الفلين، عادة كانوا يعملوها بالخشب ويتعذبوا كثير والبروسيس كان كثير طويل، هلا مع المكانات وفي كلفه يمكن اكثر. ايه اكيد، طول ما تطول بالبرودكشن طول ما الكلفه تكون اكبر. صحيح. الفلين هو ارخص من الخشب والبروسيس عم بيكون اسرع مع المكانات ومع هذا البرودكت اللي احنا عم نقدر نستعمله. طيب اذا نحن عم نعمل استوديو تلفزيون مثلا، دائما يعني نعمل استوديو تلفزيون دائما، معقول تكونوا مثلا نحن كمشاهدين ننغش بالبرودكت اللي قدامنا؟ انا غشيتي او لا؟ اكيد. كلهم عم بيفكروها خشب. اكيد يعني استوديو تلفزيون معقول يكون كله هذا المطلوب. هذا المطلوب لحتى يعني نفك بسرعه كمان في عمليه الفك والتركيب، حتى بالاعراس يعني المطلوب منا نقلب الفرق، نقلب البيال مثلا. نعم. سو بدنا نقلبه بيكون في ثيم معين، نقلبه كليا، يعني بتحسي حالك بغير بلد، بغير ثيم، بغير شيء. او مسلسلات مثلا او اعمال تلفزيونيه دراما. كمان ليش لا؟ كنا عم نشوف سانتاز فيليج، اذا بدنا نحكي عنه من شو مؤلف؟ يعني عم نحكي فلين خشب. اكيد. هو البروسيس هو في فلين، اكيد في دعمات من الخشب،
وفي ووتر بيست بينت يلي هو ما بيعمل كونتامينيشن للولاد صغار. وشو كمان بيسكلي إيه؟ فعلا هون في تركيز على هذه النقطه انه الاولاد ما يتسمموا يمكن بالبرودكت لانه عم بيصير في تلامس يعني مزبوط. مع القطع. انتم قد ايه كم شخص لكم لسين عم تشتغلوا؟ شو اختصاصاتكم لحتى نطلع بهذه الافكار؟ في نحن صرنا كبرنا صراحه بسرعه وصرنا ان ديبارتمنتس يعني صار عندنا ديزاين ديبارتمنت يلي هو فيه الاركيتكت والديزاينرز ويلي بيشتغلوا على المكانات. في عنا كل شيء خاصه بالنحت وكل شيء خاصه بالتلوين وبدهان وكمان في عنا التركيب والكاربنتري اللي هي المنشره. وكيف التواصل معكم على السوشيال ميديا بيصير ولا السوشيال ميديا؟ كثير صراحه كثير عملتنا بوست بشغلنا لانه البرودكت تبعنا حلو يعني الصغير للكبير بينبسط فيه. منه برودكت هيك اتس نوت برودكت اورينتد العالم بينبسطوا فيه يعني شو ما عملكم مجسم الولد صغير يا اللي عمره 70 80 سنه راح ينبسط فيه. سو استفدنا كثير من السوشيال ميديا صراحه. وبأعياد البيرث داي مثلا اعياد الميلاد كيف عم بتكون كمان ويدنجز اكثر من بيرث دايز اكيد. ويدنجز مول ديكوريشن ويندو ديسبلايز تصوير الاعراس كبيوت يعني كمان فيها نستفيد مثل شو مثلا تكونوا موجودين مجسمات ببيوتنا. مجسمات لانه هلا صاروا يعرفوا انه الفلين ما بقى بينعاز مره واحده يعني احنا we took it to the next level. صار يعني صار فينا نقسي الفلين وبيطلبوا كثير قصص حتى بيطلبوا ساينجز بيطلبوا المجسمات مثل ما قلت لك ملون كله تريتد وملون يعني تقريبا قد ايه وقت حتى نكون عم نطلب الشغله وتكون جاهزه دائما على ما الدنيا باسرع وقت دائما بس تقريبا الوقت قد ايه كمان برجع بقول لك تقول دي بنس على اي بس انه اكيد دائما بنعطي من 6 ل 10 ايام مش كثير لما بنتابع الايفنت خارج مثلا هلا بعيد الميلاد بنصير عم نتابع الايفنت اللي عم بتصير بالعواصم العالميه بكل المناطق بالعالم بنشوف نحن شو عم يعملوا افكار. برايك قد ايه كمان بتستمدوا افكاركم من هيدي البلدان من افكارهم؟ هل هن كمان بيستعملوا الفلين او كمان بتتابعوا انه بركن هن عم يستعملوا بعض ماتيريالز اكثر حتى تسابقوا وتضاهوا؟ صدقيني نحن على مستوى كثير عالي يعني حتى لو لبنان بس نحن على مستوى كثير عالي دقاء نحن يعني اذا بدك كثير منا بيشتغل بايديه برا اقل ولبناني شاطر بكل شيء يعني بيعرف يركب يعني بتشتغلوا بايديكم برا بالخارج لا برا كمان بس انه في اقل ارتست نحن في عنا اكثر ارتست بيشتغلوا بهالمجال وبالعكس نحن كثير منيح يعني كلفل كثير نحن مش كثير منيح نحن ما في منا لا عن جد يعطيكم الف عافيه بيير شهاب اهلا وسهلا طارق شهاب اهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافيه ميرسي كثير مره جديده بينعاد عليك جاي نوال ثانك يو لكم كمان ميرسي